بونجور بونجور، لايف اليوم باش نشوفوا اسرار زياده المبيعات في اخر العام، واللي هما الاسرار اللي يستعملوها كان الشركات الكبرى ومحتكرين الاسرار كان عندهم هما، حتى لي زيكسبير ماركتينغ تشتغل في العادي يخليوها كان للكليونات. مي اليوم حبيت بارطاجي معكم لي زيدي هذوما فيو المارشي ديجا ان بو اون كريز، وبرشا ناس مستحقه انها تعرف المعلومات هذيا على الاقل، حتى كان مشيت عنده الامور والمبيعات زادت عاونوا في بيها، وكان ما مشيتش هو يعرف باش يريكوبيري البريود الجايه ان شاء الله. دونك اللايف مازال يزيد. تك تك تك. بونجور بونجور بونجور. بالطبيعه للي اون بلوس غدوه ان شاء الله، بعد غدوه نهار الاثنين نعاودوا نحلوا الانسكريبسيون في البروغرام ديجيتال سكسيس. اللي برشا ناس سيرمون شفتوا المواضيع على لي سوجي، وشفتوا الكومينيكاسيون على البروغرام ديجيتال سكسيس اللي هي فورماسيون ابليكي او ماركتينغ ديجيتال، ومعها سويفي باش تعلمكم كيفاش تقوي في الفونت اون لاين، تحترفوا لي ريزو سوسيو، الاعلانات، سبونسورينغ الى اخره. به الى ان قبل ما نبدا وحطونا في كومنتير منين قاعدين تتبعوا فينا. ديجا ابارامون فما مشكله في اللايف، خاطر مانيش قادر في اسامي الناس اللي موجوده. بونجور بونجور، حطونا في كومنتير من اين بلاصه قاعد تتبع فينا، ونحب نرى برشا قلوب. بونجور بونجور. دونك اليوم باش نشوفوا لي استراتيجي ولا اسرار اللي تزيد لك في المبيعات في اخر العام. في اخر العام فما دي استراتيجي مختلفين على الاخر، وذاك على الشركات الكبار يضربوا ضربتهم والشيفر دافير نتاعهم يكبر في اخر العام، وذا علاش على خاطر فما دي استراتيجي نتاع خدمه اللي هما يقويوا الفونت. اليوم باش نشوفوا اهم النقاط واهم لي استراتيجي هذوما اللي لازمكم تركزوا فيها. حطونا في كومونتيرات. بونجور بونجور بونجور، مازلت مريش حتى بونجور. حطونا في كومنتير بونجور، حطونا منين قاعد تتبع فينا، لو طون نتلموا الناس كلهم بعد نبداو الموضوع نتاعنا. للي ما يعرفنيش اسمي علوان عواني، كونسلتون فورماتور ماركتينغ ديجيتال، عندنا سوسيتي ماركتينغ ديجيتال عاوننا بها اكثر من 400 شركه في تونس والبرا، واترافير لي فورماسيون نتاعنا فورمينا اكثر من 3900 شخص ملي بدينا بديت الكارير نتاعي. بونجور بونجور ها بداو. دونك الناس الكل اللي يدخلوا معنا حطونا في كومنتير بونجور، وحط لنا منين قاعد تتبع فينا باش نعرفوا منين قاعد تتبع فينا. بونجور بونجور، ميرسي ميرسي. بونجور بونجور بونجور. بي نحب ناخذ فكره صعبة. كل شيء جاوبونا على السؤال هذا، هل عندكم فكره على الاستراتيجي اللي تستعملها الشركات الكبرى باش تزيد المبيعات في اخر السنه، نعم او لا؟ حطونا في كومنتير. بالله اللي جاي لنا توريست ولا مش في باله نتفليكس ينجم يخرج من اللايف، حاجتي كان بناس سيريو، ناس ماخذ الريسبونسابيليتي على حياتها البروفيسيونيل، سواء عنده بزنس ولا ما عندوش. اللي جاي لنا نتفليكس ما هكا صبعو جوست يوجعو باش يكتب كومنتير ويتفاعل، تنجم تخرج من اللايف وتمشي تشوف حاجه اخرى تنفعك. بارونتيز فيرمي، حاجتي بناس انجاجي وناس انتيريسي باش تطور، باش تطور في بزنس نتاعها ولا تطور في حياتها. ما حاجتيش باللي توريست، ما حاجتيش بالناس اللي تلوج في نتفليكس والفريق الفارغ هذاك. دونك بونجور بونجور. دونك سؤالي ليكم اليوم باش نشوفوا اهم الاستراتيجيات اللي يستعملوها الشركات الكبرى باش تزيد المبيعات نتاعها في اخر السنه، على خاطر كان ما عندكمش فكره 40 حتى ال 45% من الشيفر دافير ما داخل الشركات الكبرى راه تصير في اخر العام، ما تصيرش في وسط العام، ما تصيرش في ديبيو نتاع العام. دونك حطونا في كومنتير مين تبعوا فينا، وحطوا لي في كومنتير زاده هل عندكم فكره على الاستراتيجيات اللي تستعملها الشركات الكبرى باش تزيد في المبيعات في اخر العام، نعم او لا؟ بونجور بونجور، نستنيكم تحطونا في كومنتير. بونجور بونجور بونجور. ابارامون يوسف روتار، بونجور بونجور. دونك اللي جاو توا حتى اللي باش يتفرجوا في الريبلاي جاوبونا، هل عندكم فكره على الاستراتيجيات اللي تستعملها الشركات الكبرى باش تزيد في المبيعات في اخر السنه، نعم او لا؟ حطونا في كومنتير خلينا ناخذوا فكره. بالطبيعه اللي يقول لي نعم وعنده بروجي نتوقع انه يكون على الاقل طبق منه شويه معنا. بونجور 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 بونجور. فما ديكالاج تو فهمت؟ اوكي اوكي فما ديكالاج. نستناو جوست الناس كل يجاوبوا، نستناو الناس كل يجاوبوا. كما قلت لكم نهار الاثنين ان شاء الله نعاودوا لانسيو نحلوا الانسكريبسيون في البروغرام ديجيتال سكسيس، اللي هو البروغرام اللي يعاونك باش تبيع اكثر اونلاين، تحترف اعلانات على فيسبوك وانستغرام، تدخل اكثر فلوس من الريزو سوسيو نتاعك اذا كان عندك بروجي ولا عندك سيرفيس. بونجور بونجور بونجور، ميرسي ميرسي ميرسي. باش نبداو باول استراتيجي باش تفهموا اللي راهو الشركات الكبرى كيفاش تدخل من 40 45% من شيفر دافير نتاع العام يدخلوه في البيريود الاخرى نتاع العام. جماعه نحب نرى برشا قلوب في الفيديو، بارطاجيو الفيديو زاده لو ماكسيموم مع اصحابكم، اي حد تعرفوا عنده باج يخدم عليها اون ليني،
عنده بروجي عنده اكتيفيتي بارتاجيو اللايف لو ماكسيموم مع اصحابكم تاجيوهم في كومونتيرات زياده خاطر المعلومات اللي باش نقولها مهمه على الاخر وتقريبا 99% من الناس ما تعرفهاش خاطر ديفينيسيون تاع انك تعرف انك تعرف وتطبق باهي دونك الشركات الكبرى كي تجي اخر العام خاطر هذايا مربوط بالكونسوماتور الكونسوماتور كان تلاحظ توا حتى داخل الشتاء لاحظ التوانسه هو داخل الشتاء التوانسه بار ديفو يستناو في دي مومون معينين اوقات معينين باش يمشي يقضي فيهم حاجات معينه الناس اللي تخدم تعرف اللي فما اوقات معينه يلزم وقتها يمشي يشري ستوك كبير على الاخر بارابور الاوقات العام الاخرين والناس الكليون العادي يعرف انه كي باش ياخذ باش الشتاء باش ياخذ يمكن توا يسجد روحه اما فما وقت معين باش يمشي ياخذ فيه لبسه كامله ولا يحط المصروف كامل دونك لنا اللي لازم تفهموه هو انه ديجا العباد متبروغراميا وذايا بتتخ سوجي متاع نهار اخر نحكيو فيه على خطر ذي توسكي بروغراماسيون متاع الشعوب بالنوروسيونس باش تكونسومي بطريقة معينة ذي سوجي اخر خليوه ديجا جو بخيفير يقعد كان الكليونات اللي نخدم معهم خطر سي ان بو سوجي حساس مش الناس متحملش كان نحكي كيفاش يدمغجو العباد باش تولي كونسوماتور يجري على الكونسوماسيون دونك لنا الشركات كيفاش قاعد تدخل في اكثر شيء فرد في اخر العام علاش على خاطر تو سامبلومون فما اوقات معينه في العام الناس تبدا سنسيبل اكثر لانها تشري سنسيبل اكثر انها تاخذ ديسيزيون داشا سنسيبل اكثر انها تكونسومي اكثر منهم باش نعطيكم استوس مثلا في النوروسيونس الفارياسيون نتاع الطقس شكون يحس روحه كي يتبدل من صيف للشتاء ياخو شويه وقت نهار نهارين كل واحد نفسانيا يحس روحه بيرتوربي شكون فيكم كي باش نعطيكم شويه نورو سيونس باش تفهموا قيمه هذايا في البيزنس خاطر جو سوي اكسبير اون ماركتينغ ديجيتال وبارمي ديبارتمون الكبير اللي تفورميو عليه هو نورو ماركتينغ وذوما حاجات ديجا نبارطاجيهم نبسطهم سيغتو بلوتو للناس اللي قاعده تحضر معايا في الفورماسيون اون ليني باش ينجموا يستعملوا الحاجات هذيا شكون فيكم كي يتبدل طقس من الشتاء للصيف من الشتاء للربيع من الخريف للربيع يحس بيرتيرباسيون بسيكولوجيك صغرونا انا يحس روحه متقلق شويه مش عادي ريتوها الفارياسيون الصغيره هذيك يستعملوها زاد في لي كومباني ماركتينغ علاش على خاطر انت تبدا سكون ابل في العاده كي لانسيو كومباني ماركتينغ فما حاجات نركزوا عليهم كي تبدا فما فارياسيون كليماتيك ما نستحقوش نركزوا عليهم على خاطر انت بار ديفو حاضر نفسانيا للي كومباني باش يجيك دونك بريف الحاجات اللي لازم تركز عليهم اليوم باش نحاول اللايف ما يكونش طويل برشا كالعاده الحاجات اللي لازم تركز عليهم كيفاش الشركات الكبار تدخل في اكثر فلوس هي انها تستغل هاللي بون مومو هذوما اللي فيهم هما تعمل شي فرد افير اكثر اول احسن وقت جماعه بارطاجيو اللايف مع اصحابكم خاطر سي مهم على الاخر سينو باش تقعد طول عمرك تحت الصفر كان عندك بروجي 99% في المارشي ما يستغلوهمش البوان هذوما وذاك علاش اليوم عندكم الزهر ان وين باش نبارطاجي معكم لي تروك دونك لي مومون هذوما يبداو العباد سونسيبل اكثر للاشا وقتها الشركات تركز اكثر لي فورم تاعها اول واحسن مومون للمومون تجم تستغلو هو 25 نوفمبر الجاي شنو فما في 25 نوفمبر الجاي شنو فما 25 نوفمبر الجاي أيها شكون يجاوب الصحيح 25 نوفمبر شفاهم 25 نوفمبر خنوريكم باش تفهموا الشركات الكبرى كيفاش ريالمون تعمل في لي شيفر الكبار بالتوفيق ميرسي الناس اللي قاعده تحط في كومونتيرات ميرسي الناس اللي من بكري تبارتاج شنو فما في 25 نوفمبر جماعه الكومونتيرات يوصلوا مؤخر والا شنو هي الحكايه شنو فما بالقيس برافو بلاك فرايدي البلاك فرايدي 25 نوفمبر البلاك فرايدي اللي تقريبا 30% من الشيفر دافير متاع شركات العالم الكل يصير فيك ال 24 ساعة هذوك في البلاك فرايدي شنو يصير؟ تصير هيك البروموات الضخمة وتوا باش نوريك زادة شوية نورو ماركتينغ تنجم انت ما تحبش تشري اما نتحداك يروح لك زميلك ولا صاحبتك ويقول لك اسمعني رانا نلقى 50% في الكبابط تحبش وشريت منهم مازال ما حكيش معكم ما يقنعكش اصلا تو تمشي تشري حتى كان باش يجي تقول لي لا البلاك فرايدي ما نتبعوش اما كي يجيك واحد للدار ولا الامي انتيم نتاعك ولا صاحبتك ولا صاحبك ولا حد من الفامي ولا كوزينتك وكوزان نتاعك يقول لك اسمعني
راهو البرودوي كوزميتيك ما نعرفش الكريم هذاك نتاع روتين دو جوغ نلقى فيه 50%. حتى كنت لا عندك فلوس ولا محضر فلوس باش تمشي تجري. دونك البلا البلاك فرايدي مميز بحاجه هو انه فما دي برومو كبار على الاخر. فما شركات توصل تاخذ ريسك ل 80 ولل 90%، وعندنا شركه واحده تاع اجونس دو فواياج هي اللي طبقت البلاك فرايدي عامين التالي على قاعد ثلاث سنين التالي. طبقت البلاك فرايدي على قاعد كلكم تعرفوها تبدا بالتي. دونك هي الوحيده وفي عندي كونتاكت اون ديريكت مع ليكيب نعرف اللي ريالمون كي عملوا البروموات الكبار هذوكم ماهمش ربحين. اما كيفاش يربحوا؟ لوجيك ماركتينغ. كي تدخل معنا في الفورماسيون ديجيتال سكسيس وتاخذ الاسبري الموديل الاول نتاع الفورماسيون ديجيتال سكسيس اللي باش نحلوه ديجا نهار الاثنين لانسكريبسيون اللي يحب يشارك، الموديل الاول هي الاسبري ماركتينغ، المايند سيت نتاع الماركتينغ. تبدا عارف المايند سيت نتاع الماركتينغ تنجم تصرف وانت مغارونتي انه باش يدخل لك فلوس من جهه اخرى، وتنجم تاخذ لي ريسك وتجي تعمل البلاك فرايداي على قاعده وتعمل برومو طياره في البلاك فرايداي. مي بور لو مومون استغلوا البلاك فرايداي انك حضر دي برومو، والبلاك فرايداي ما يحضرولوش لغايه 25 نوفمبر. علاش عملت لكم اللايف توا؟ على خاطر ما تنجمش تجي نهار 24 تقول هاي نحضر البلاك فرايداي وتفسخ السوم القديم تبدلوا كوم سي وتقول لهم اني عملت بلاك فرايداي. سا مارش با. العباد ماهوش اغبياء، الكونسوماتور ماهوش غبي، الكونسوماتور ذكي برشا. دونك البلاك فرايدي هي اكثر مومون الناس تركز فيه. علاش؟ خاطر يسيو فيه دي برومو كبار على الاخر. دارير معناها في الكاشيت معناها في الكوليس فما ناس تستعمل في البلاك فرايدي تحط لي برودويات. ميساج باش نعطيكم تسريبا من حاجات مع كليونيتي. فما ناس تعرف اللي البرودويات اللي قريبتو في الدات نتاعها مش وافيه الدات قريبتو في الدات نتاعها تعمل عليه برومو كبيره في البلاك فرايداي وتبيعها بسومه وحتى باقل، خاطر في كل الحالات كان يصبر عليها تروا سيمين اخرين باش يطيشها للزبله. هذا اكزامبل. قداش الفورماسيون رحمه رحمه تو نحكي لك على الفورماسيون بعد شوي، خاطر الفورماسيون ديجا باش نحلوا الانسكريبسيون نهار الاثنين وفما نومبر ليميتي ما نكسبتيوش الناس الكل وماهيش مسيبه توجور. البروجرام ديجيتال سكسيس تعرفوا اقوى بروجرام موجود في تونس في براتيك، لخاطر احنا عاطينكم زبده بتاع خدمه مع الشركات اللي نخدموا فيها واللي هي مش موجوده في تونس حتى شركه تخدم ريالمون في الميكي وجات تعطيكم الاسرار. دونك اول دات واول اوكازيون لازم تستغلوها باش تقويو في صابرين وي اون لين ديجا البروجرام ديجيتال سكسيس. اول اوكازيون لازم تستغلوه هي البلاك فرايداي. البلاك فرايداي 25 نوفمبر والبلاك فرايداي يبدا يتحضر له من قبل. وعلاش من قبل؟ كما قلت لكم الشركات في العالم تضرب 30% من الشيفر مدخولها 30% من المداخيل التوتال تعملها فيك البلاك فرايداي. دونك فما ناس تبدا تحضر له ديجا من اول العام مش من اخر العام. انتم توا بما انه مش الناس كل عندها القوه الفينانسيير باش تعمل بلاك فرايداي بقوه، حاول حضر باللي تنجم. سينو اختار منتوج، هذه استيس اخرى باش نعطيهم بعض سي بون تجيو معايا البروجرام ديجيتال سكسيس. خاطر اذا فوت اعطيتكم لي استيس من نوع هذايا خاطر فما حاجات اخرى لازمه باش نجم الاستراتيجي نتاعك تمشي مليح. دونك فما شكون مثلا يعمل ياخذ البرودوي دابيل نتاعو اللي هو باغ اكزومبل يبيع في جام كامله نتاع برودوي، ياخذ البرودوي دابيل ويعمل عليه ان دينار، يطيحه من 30 دينار ان دينار. علاش؟ على خاطر كي تشري انت ستيلو اوتوماتيكمون راك باش تكتب به، معناها من بعد باش تشري بلوك نوت. دونك كي نخلي لك ستيلو بان دينار نعرف اللي انت من بعد باش تمشي تشري بلوك نوت. اكزومبل هذايا ما تنجم تطبقه سلون البيزنس نتاعك. دونك الحاجه الثانيه لوكازيون الثانيه هذه البلاك فرايدي، سيلفو بلي بارتاجيو اللايف لو ماكسيموم مع اصحابكم، تاجيو اصحابكم اللي عندهم بيزنس ايا كان البيزنس، فريلانس في ملانسي بروجي اون لين، يخدم في الماركتينغ في الملام، يخدم في فريلانس، ايا كان البروجي اللي قاعد يخدم فيه بارتاجيو، على خاطر راهو الناس الكل تتعارك على البيريود فان داني، خاطر الفلوس نتاع الاشخاص ايليميتي، معناها الناس الكل تتعارك وشكون ياخوه، والاخر يحب يبيع له التليفون، والاخر يحب يبيع له الدبش، والاخر يحب يبيع له افير، والاخر يحب يبيع له جو سي با كونترا. دونك بارتاجيو تاجيو اصحابكم لو ماكسيموم خاطر الحاجه هذه مهمه على الاخر. الحاجه الثانيه لوكازيون الثانيه بعد البلاك فرايداي عندنا حاجه اسمها سايبر ماندي. باهي البلاك فرايداي يقولوا له بلاك فرايداي اوكي بلاك اسود، اما فما ناس تسميه وايت فرايداي الابيض. دونك ماهوش مهم التسميات، المهم خذوها انه نهار 25 نوفمبر اللي هو اخر جمعه من كل شهر نوفمبر في العام تصير فيه بروموات كبار وما تغشوش العباد، ما تخدمش مخك راهو الكونسوماتور ماهوش غبي، ووقتها تخرج عليك ريبيوتاسيون انك ماكش تعمل في بلاك فرايداي، تغش في العباد في البرومو. يا تعمل بلاك فرايداي على قاعده، اقرب ميساج
خذ جي استوقت لك تكتيكات نجم تاخذ برودوي دابيل وبرودوي برودوي على جنب اللي تعرف عندك فيه اوبورتونيتي هو اللي تلانسي فيه. الحاجه الثانيه اللوكازيون الثانيه اللي هي سايبر ماندي اللي هو الاثنين الانترنت. سايبر ماندي هو ديريكتومون الاثنين اللي بعد البلاك فرايدي اللي هو سناب يطلع عنا 28 نوفمبر. دونك البلاك فرايدي 25 نوفمبر, سايبر ماندي 28 نوفمبر. السايبر ماندي ما عندكمش فكره الناس اللي تضرب فيها ضربات, ريتوها الزحمه اللي تصير في البلاك فرايدي في السايبر ماندي الاثنين الانترنت شنو يصير؟ يصيروا دي برومو كبار على الاخر. انا كان اونليني على انترنت, الناس في الخارج تراها محضره الكارد كريدي نتاعها, حضره الكارد كريدي نتاعها ومستعده ديريكتومون باش تشري. علاش؟ على خاطر ديما لي برودوي ليميتي. دونك كان فما حاجات عينك عليهم في برودويت في المواقع الكبار, حضر ديما روحك على خاطر ما يخليوش الكونتيتي تبدا ليميتي وبار ديفو ما يخليوش برشا وقت. دونك واضح حتى التاوى, حتى التاوى واضحه. شديتوهم لي دو دات, الناس كل تحط لي لي دو دات, الناس كل تحط لي دات البلاك فرايدي ودات السايبر ماندي. حطوهم لي في كومونتير, حطوا لي في كومونتير, حطوا لي في كومونتير, خلينا نشوف اسكو مركزين ولا. حطوا لي في كومونتير هل راهم مركزين ولا هاي 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 هاي. دونك قاعدين نشوفوا الاستراتيجيات اللي تقوي بها المبيعات في اخر العام خاطر الناس كل يزنكم تستغلوه. هاي نسكل 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 نسكل, حطونا في كومنتير نسكل نسكل نسكل. برافو برافو بلقيس, برافو شاهيناز, برافو برافو نسكل. حطي في كومنتير خلنا نعرف مركزين ولا هسه, خاطر كيما قلت لكم حاجتي كان بالناس اللي سيريو على البيزنس نتاعها, اللي جاي لنا توريست يتفرج فيا كنتفليكس. تشاو تشاو صديقي, لنا معاك انتربرونور عندي 7 سنين في المارشي ولنا نعلم في العباد كيفاش تقوي مبيعات وتنهض اكثر باللي بروجي نتاعها في تونس, على خاطر ما تستحقش تخدم سوتريتونس تكسر راسك في الحكايه الفارغه هذيك الكل. دونك حاجتي كان بالناس سير. اوكي اوكي توب توب برافو, مركزين مركزين معايا. دونك عندك البلاك فرايدي سايبر ماندي من بعد ابارتير من 25 من 25 ابارتير من 25 ابارتير من 25 ديسمبر عندك يبداو لي برومون تاع الفان داني. الناس كل ديما ترا برومو فان داني, ليكيداسيون فان داني, فازيت فان داني, فان داني زاد راه ماهوش بالزهر, راهم دي برومو يتحضروا الافونس. وفما برشا ناس تحضر في فلوسها, ان تفكر كي كنت صغير نعرف اللي في اخر العام فما ناس باش تليكيدي. علاش؟ على خاطر ديبي العام الجاي الناس كل تحب تكتب كوليكسيون 2023, دونك اكيد باش يخرجوا السلعه الكل فيك الجمعه الاخرى نتاع ديسمبر باش يعملوا برومو فان داني. دونك انت غادي, دونك غادي لازمك تبدا محضر روحك شنو باش تعمل في لي برومو فان داني. وراه ما عندكمش فكره اش معناها تنجم تضرب شيفر دافير الكل في البيريود هذيك. من بعد اخر اخر دات تقعد عندك هي دات راس العام 1 جانفي 2023 اللي هو غادي تنجم تصيروا بروموات كبار على الاخر في لعبه بطبيعتها مكنجه وبرومو نتاع الديبي داني, برومو راس العام بمناسبه راس العام اكسيتيرا تراو فيهم هذوما. هذايا الكل هذوما العروض. من بعد انت باش تنجم هذايا الكل توصل وتخدم به الكليونات لازمك تتعلم تجيري لي ريزو سوسيو نتاعك بطريقه صحيحه, تتعلم كيفاش تتواصل مع الكليونات, تتعلم كيفاش تخلي الكليونات تعطي فيك ثقه ما تقولش هذايا سيد لاغناك. هذايا الكل حتى لو كان البرودوي نتاعك طياره ما يتعملش بالزهر, تتعلم كيفاش تعمل حملات اعلانيه سبونسوريزي على فيسبوك وانستغرام بطريقه صحيحه زاد باش نجم توصلها العروض هذه, خاطر العروض هذه باش تهبط سو فورما فيديو ولا تصويره في بروفيلك. دونك لازم تتعلم كيفاش تنيمي العباد, تنيمي الكوميونيتي العباد اللي تتبع فيك كيفاش تحركهم باش وقت اللي تهبط العروض هذه يبداو هما ديجا انتيغيسي ويشريو من عندك ما يشريوش من عند الكونكيرون. لازم تتعلم كيفاش تعمل افونتاج يميزك انت, لازم تتعلم كيفاش تبيع بالليستوري خاصه على انستغرام. خدمة الانستغرام كلها خدمة في الليستوري, هذوما كل حاجات احنا لنا حاطينه سو فورما بالرسمي سي تان كادو لبروغرام ديجيتال سكسيس اللي هي فورماسيون 100% اون لين تنجم تتبعها من اي بلاصه في العالم, تنجم تتبعها 24 ساعه على 24 ومعاها ماهيش جوست الفورماسيون, معاها ان سويفي دو جروب كيما الماستر مايند, تتلموا الناس كل اون لايف اللي عنده اي بروبليماتيك في الكوتي ماركتينغ نتاع البيزنس نتاعها نشوفوها ونجموا نحلوها مع بعضنا والناس كل تستفيد من بعضها. دونك ابار البروغرام ديجيتال سكسيس اللي هي الفورماسيون الوحيده في تونس اللي هي ابليكي على الماركتينغ ديجيتال خاطر جايه من عند اجونس من عند ويل تيران يخدم فيها الخدمه هذه بيان سور ايكيب ديرير
دونك لنا البروغرام ديجيتال سكسس باش نحلوا الانسكريبسيون نهار الاثنين باش يكون فما نومبر ليميتي برك اللي باش ناكسبتيوه هالسنه دونك باش تكون الدوري الى ان يوفى النومبر اللي فيكسيناه هالسنه تنجم تتعلم كيفاش تلانسي حمله تعلنيه على فيسبوك وانستغرام تنجم تلانسي تتعلم كيفاش تجيري انستغرام بطريقه صحيحه كيفاش تبيع بالستوري انستغرام كيفاش تعمل استراتيجيه كونتوني كيفاش تعمل استراتيجيه ديجيتال عندكم زيد بونوس كامل فيه دي زيكسبير هما عباد صعيب ياسر باش تكونتاكتيهم تتواصل معاهم اون ديريكت مي على خاطر هما يلفي بارتي من ريزو بروفيسيونيل بتاعك جبتهم لكم الكل في محاضره وين ما يبارطاجيو معاكم دي سيكري نتاع الخدمه نتاعهم واللي متاكد اللي برشا ناس باش تستفاد خاطر عملوا طلا شوفوا الباج تتلقاو لي فيدباك نتاع كيلكو كليون والاخرين الكل باش تعاودوا تاخذوهم اون بريفي خاطر اكثر لي ديتاي نحب نخلي كونفيدونسياليتي نتاع الكليونات نتاعي باش تاخذوا لي ديتاي كلهم اون بريفي ابار هذا الكل نتصور انه ما فما حتى واحد فيكم اليوم شاف فورماسيون بروفيسيونيل في التيك توك تيك توك توا قاعد يطلع قاعد يضرب ما نتصور فيكم حتى واحد شاف فورماسيون تيك توك بروفيسيونيل من عند حد يخدم فيها الخدمه بالرسمي على تيك توك هذاك علاش عندكم بونيس مع الفورماسيون ديجيتال سكسس سنه باش تاخذوا فورماسيون كامله تيك توك بروفيسيونيل خطوه بخطوه كيفاش تنجح كون تيك توك نتاعك كيفاش توصل اكثر للعباد كيفاش توصل تبيع اكثر المنتجات ولا الخدمات نتاعك كان عندك ميساج ولا انت كوتش كونسلتان ولا عندك برودوي ولا سيرفيس كيفاش توصل اكثر للعباد وتخليه رونتابل le plus important الاهم مش انك تخدم على لي ريزو سوسيو باش هيك تولي مشهور نو يلزم ديرير يكون رونتابل قاعد تعيش منه تنجم يعيشك هذا الكل تلقاوه في البروغرام ديجيتال سكسس كما قلت لكم باش يكون فما برومو طياره على الاخر دونك كي نقول النومبر ليميتي النومبر ليميتي للبرومو البرومو طياره على الاخر والفالور قيمته والله العظيم قيمه البروغرام 10 مرات اغلى منه ونتحداكم ادخل خذ البريم تاع البروغرام وبرا اطلب دوفي من عند اي شركه نتاع ديجيتال جيس باش تعرف اللي دي باش تلقى فوا 10 الدوفي هذيك علاش على خاطر سيرفيس ديجيتال غالي مي على خاطر احنا ديجا كان لاحظتوا عندنا لوجيك دو بارتاج احنا ديجا نحبوا نبارطاجيو والكونتوني تاعنا فيه عندي انكيت بروفيسيونيل لان باش نعمل لي لايف ما سي با سي دو انفستيسمون نانفستيو باش نبارطاجيو دو غراتوي علاش اللايف اللي يدخل فلوس اللايفات اللي عملناهم 300 فيديو يدخلوا فلوس اللي عملناهم مجان ما يدخلوش فلوس مي على خاطر احنا عندنا لوجيك دو بارتاج عندنا اجونس ديجيتال عندنا كليونيتنا جاونا به مي على خاطر نعرف اذا كان باش تقعد الناس كل مسكره على روحها غادي وخاصه في حاجه كيما الديجيتال اذا كان الناس اليوم ما تكونش عندها اكسيسيبيليتي وتكون عندها في يدها لي زوتي هذوما بطريقه صحيحه وبروفيسيونيل باش يقعد الناس كلها جوست فما ثلاثه من الناس ديما الفوق والباقي كلهم ديما اللوطه دونك لنا جو بونس واضحه الانتونسيون تاعنا كعملنا حتى البروغرام ديجيتال سكسيس سي فريمون سي تان كادو سي اوكي عنده البريم تاعو خاطر يلزم يكون عنده قيمته في تعب برشا سنين هذاك حطيناه لكم غادي اما البريم تاعو سي ريان دي تو بارابور قيمته وكي من بعد تدخل في البروغرام ان شاء الله ولا تراو لي زافي تاع لي فيدباك تاع لي زونسيان participants تو حدكم وحدكم تقتنعوا بو امبورت تو تدخلوا معنا البروغرام ديجيتال سكسيس والا لا ترجع تتفرج في اللايف هذايا في اللي لايف اللي فاتوا وتحاول تلوج انت الاستراتيجي نتاعك تحاول تلوج المعلومه حتى من بلاصه اخرى ما يسالش لو بلوز امبورطون احنا كي بارطاجينا المعلومات هذيا مش بالضروره تجي تشارك معنا في البروغرام ديجيتال سكسيس ولا تجي تصحح معنا كونترا في الاجونس لو بلوز امبورطون انك تتعلم لي زاستيس هذوما باش تطبقهم وتطور في خدمتك ولا تطور في البروجي نتاعك كان عندك بروجي ولا كان ناوي تلونسي بروجي واهم حاجه جيسبر كو الناس الكل تعملها هو انكم تبارطاجيو لي لايف لايف سيرتو هذايا وتاجيو لو ماكسيموم اصحابكم خليهم هما زاد يستفادوا من المعلومات من النوع هذا خاطر المعلومات هذه في العاده محتكرينها محتكرينها كان شركه الكبار وحتى لي زيكسبير صحاح ما يخرجلكش معلومه خاطر ضرب الكل باش يصير ديجا في البيريود فان داني دونك كانوا هذوما اكثر واهم الاستراتيجي اللي لازمك تركز عليهم باش نجم تقوي المبيعات في اخر العام لازم تحضير مزيده لازمك تتعلم كيفاش تخدم الخدمه على قاعده وذي تلقاه في البروغرام ديجيتال سكسيس اللي هو بروغرام 100% اونلاين تنجم تتبعه بالريتم نتاعك سواء كنت تخدم في النهار تخدم في الليل تنجم تتبع البروغرام من اي بلاصه في العالم ابار سا ما نخليكمش وحدكم ماهوش كان البروغرام تنجم تلقى 100 الفورماسيون مي مع ان سويفي كوليكتيف سويفي دو جروب وين ما الناس الكل نشوفوا نحلوا مشاكل الناس الكل مع بعضها دونك ان شاء الله نهاركم زين حاولت نكون اللايف فيسع فيسع عاودوا تفرجوا في اللايف عقلكم سيلفو بلي بارطاجيو اللايف لو ماكسيموم مع صحابكم بارطاجيو في جروبات بارطاجيو في بروفيلك لعل نهار واحد يدخل البروفيل يلقاه يستفيد من المعلومات مي سينو
ميرسي بوكو للناس اللي مبكري تتفاعل في الكومنتات، ميرسي للناس اللي تلايكي، ميرسي للناس اللي تفاعلوا معنا زاده، ميرسي للناس اللي ديجا دخلوا معنا خذوا لي ديتايل تاع البروغرام ديجيتال سكسيس، خاطر فما ناس تبعث لنا في البريفي ابروبو البروغرام ديجيتال سكسيس. ان شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل. كما قلت لكم استراتيجيه اللي مهمه على الاخر انك تتعلمها وانك تمشي تلوج، والاهم زاده انك تتعلم لي زوتي، تتعلم تستعمل لي استراتيجي ديجيتال على قاعده باش نجم توصل للاهداف نتاعك سواء كان معانا ولا مع حد اخر. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، وان شاء الله نتلقى في البروغرام ديجيتال سكسيس ونشوفكم في البروغرام هذاك. تشاو تشاو اي بون ويكاند، باي باي.